أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين مستهلة بأبرز العناوين. القوات العراقية تخوض حرب شوارع مع فلول داعش في حي الميدان والإقلاعات بالموصل القديمة. روسيا والصين تدعوان كوريا الشمالية إلى وقف التجارب الصاروخية والنووية مقابل وقف واشنطن المناورات العسكرية ونشر بطاريات صواريخ ثاد. جولة جديدة من المحادثات السورية في أستانا وأنباء عن اتفاق على إقامة مركزين لمراقبة مناطق خفض التوتر. وزير الخارجية القطري يدعو أبوظبي لوقف الافتراء والتشويه، ونظيره الإماراتي يجدد اتهام الدوحة بالتحريض على التطرف. نحن الآن في قرية الحثيرة في جيزان السعودية. كاميرا الميادين تدخل عمق قرية الحثيرة في جيزان وترصد الدمار وحطام الآليات العسكرية السعودية. أهلا بكم. باشرت القوات العراقية عملية اقتحام مواقع داعش في منطقتي الميدان والإقلاعات شمال شرقي الموصل القديمة، فيما تخوض اشتباكات عنيفة مع فلول التنظيم في منطقة باب الجسر ودكة بركة. قائد الشرطة الاتحادية قال إن قواته تندفع باتجاه منطقة النجف آخر المناطق الواقعة تحت سيطرة داعش في المدينة القديمة من ثلاثة محاور. بدوره أعلن الحشد الشعبي إحباطه هجوما لداعش على الحدود العراقية السورية غرب الموصل وقتل العشرات من عناصر التنظيم. رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري قال إن الدماء التي سالت يجب أن تصان عبر صون كرامة العراقيين وبذل جهد لما بعد مرحلة النصر. الجبوري رأى أن هزيمة الإرهاب سببها تعاضد سواعد العراقيين. حينما يندحر الإرهاب وتندحر خرافة داعش التي أرادت أن تفرضها بالقوة، ثم ما لبثت أن تعاضدت سواعد العراقيين أجمع في استعادة الأرض وهزيمة الإرهاب من المدن والأماكن التي استولى عليها. لا يسعنا في مثل هذا المقام إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لتلك السواعد ولتلك الدماء الزكية التي سالت على أرض الوطن تحرر الأرض وترسم مستقبل العراق ولمن ساهم في عمليات التحرير. زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالب رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بتأجيل الاستفتاء في انفصال الإقليم كخطوة أولى لإلغائه مستقبلا. الصدر شدد على أن العراق واحد وللجميع، وأكد أن لا فرق بين مكون وآخر ما دام الجميع يخدم العراق ولا يعمل بأجندات خارجية. والآن تنضم إلينا من الساحل الأيمن للموصل مفدة الميادين إلى هناك سلمى الحاج. سلمى، آخر تطورات الميدانية معك في طبعا عملية الموصل القديمة. آخر التطورات لنا هي الاقتحام الذي ذكرته في الخبر. هو حتى هذه اللحظة عمليات الاقتحام في الموصل القديمة مستمرة لمتابعة خلايا أو جيوب بالأحرى داعش المتبقية في الموصل القديمة في حي دكة بركة، الشهوان، الميدان، الكوازين، أزقة الكوازين. كل هذه المساحة المتبقية لنا نتحدث عن أقل من كيلومتر واحد، وطبعا نتحدث عن أعداد الدواعش لا تزيد عن 50 داعشي في الموصل القديمة. لكن هذا العدد القليل وعلى أهميته تطلب كل هذه التعزيزات وكل هذه المحاور. قد يسأل المشاهد الآن، هذا طبيعي؟ نعم، لأن الدواعش الذين كانوا يتحصنون على أسطح المباني هم حتى هذه اللحظة، هناك عمليات قنص من الطراز الأول من النخبة القناصين الأجانب من الأوزبك والأسيويين، إضافة إلى أن البعض تسلل إلى السراديب
مناطق سراديب التي تتواجد تحت بيوت الموصل. كما ذكرنا في كل ونذكر في كل رسالة بأن الموصل هي مدينة فوق الأرض وتحت الأرض. هذه السراديب بات فيها الدواعش يتحصنون، العائلات المتبقية نتحدث عن الألاف، لا نريد أن ندخل في الأرقام، لكن المؤكد هو أن عدد الأهالي في الموصل أقل من 5000 مدني في الموصل القديمة، لكن حتى هذا العدد لنا هو العدد ليس بقليل، ونتحدث عن هذه المساحة الضيقة، ونتحدث عن 50 داعشي وربما أقل من 50 هم في هذه البقعة الجغرافية من الموصل القديمة، وكل هذا الجهد من أجل هذا العدد القليل وهذه المساحة الصغيرة. عفوا، العائق الأساسي هو نتحدث عن المدنيين، لولا وجود عدد من الأهالي في قبضة داعش يتخذهم كدروع بشرية لكانت القوات الأمنية العراقية قد حسمت هذا الموقف وحسمت هذه المعركة، وبطبيعة الحال بالنصر لصالح القوات الأمنية العراقية على مختلف صنوفها. أضف إلى ذلك بأنه الشرطة الاتحادية تتقدم من كل المحاور، من المحور الجنوبي والمحور الجنوبي الشرقي، التي المهام التي أوكلت إليها تقريبا أنجزت وهي في المرحلة الأخيرة. جهاز مكافحة الإرهاب بقي لديه نتحدث عن 200 متر فقط من الموصل القديمة، يعني مجمل الأحياء كلها هي أقل من كيلومتر مربع، لكن نحن نفصل كي يفهم المشاهد بأنه هناك أحياء لدى الجيش، لدى جهاز مكافحة الإرهاب، الشرطة الاتحادية، الرد السريع بطبيعة الحال وهي الفرقة التابعة للقوات للشرطة، الرد السريع الفرقة التابعة للشرطة الاتحادية. العمليات مستمرة، الطائرات الحربية والمقاتلات الحربية تحلق في سماء الموصل، تنفذ عمليات. اليوم كان هناك ضربات جوية كثيفة على أماكن داعش، على جيوب داعش في الموصل القديمة. أضف إلى أنه القوات الشرطة الاتحادية في الأحياء التي تم تحريرها على سبيل المثال شارع الفاروق وليس الحصر، هناك عمليات تقوم بها، عمليات إنقاذ من المنازل التي قام داعش بتفخيخها تحت هذه المنازل السراديب. يوجد هناك أطفال، علمنا بأنه هناك محاولات من قبل الشرطة الاتحادية تسعى لانتشال الأطفال والعوائل من تحت الأنقاض على أمل أن يكونوا هم أحياء. أضف إلى ذلك وفي عجالة بأنه بقي الأمر بأنه بالنسبة إلى المحور جهاز مكافحة الإرهاب هناك أيضا عمليات إنسانية، والمعابر من جهة جهاز مكافحة الإرهاب كل يوم هناك إجلاء وكل ساعة إجلاء للعائلات المتبقية. لنا شكرا جزيلا لك مفادة الميادين سلمى الحاج، كنت معنا من الساحل الأيمن للموصل. دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ من موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس في التوتر الحاصل في شبه الجزيرة الكورية، وأكد البلدان معارضتهما لنشر منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية ثاد في جنوب شرق آسيا. وفي بيان مشترك لوزارتي الخارجية جرى تأكيد أهمية تخلي دول النزاع في شبه الجزيرة الكورية عن الأعمال الاستفزازية والخطابات المتشددة، مع الدعوة إلى إبداء الاستعداد للحوار من دون شروط مسبقة. وقد رافق الرئيس الصيني إلى موسكو وفد كبير ضم إلى السياسيين رجال مال وأعمال وقعوا أكثر من 40 اتفاقية استراتيجية اقتصادية وتجارية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين، من بينها تفاهمات نووية. حسن يوسف. هذه الزيارة ستسفر بالتأكيد عن نتائج استراتيجية مثمرة. بهذه العبارة بدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته إلى روسيا. هذه النتائج لها في الاقتصاد ثقل نوعي، لا سيما في ظل المقدمات السابقة لتعاون مستقبلي يريد له الجانبان ربط المحيط الهادئ بالمحيط الأطلسي عبر شبكة واسعة من خطوط النقل والأنابيب ضمن تفاهمات لا سقف لها. من هذه المقدمات أن روسيا تعد المزود الأول للصين بموارد الطاقة والمنتجات عالية التقنية والمعدات الإلكتروميكانيكية. وأخيرا باتت المنتجات الزراعية وتجهيزات صناعة النفط والغاز محورا جديدا لنمو التبادل حتى وصل إلى 69 مليارا و500 مليون دولار العام الماضي، ما جعل بكين أكبر شريك تجاري لموسكو طوال السنوات الست الماضية. في المشاريع المشتركة يبرز خط أنابيب السيل الشرقي والذي من المتوقع أن يزود الصين ب 38 مليار متر مكعب من الغاز الروسي ابتداء من العام المقبل. يضاف إليها خطط ربط بين محطات للطاقة في البلدين ضمن مشروع أوسع لتبادل الكهرباء والغاز. وفي إطار خطط النقل المشتركة بين البلدين تم الاتفاق قبل شهرين على تصنيع مشترك لأجسام الطائرات في شانغهاي وبناء خط سريع للقطارات بين كازان عاصمة تتارستان وموسكو.
أما في الجانب المالي فللتعاون وجه آخر، تسوية المدفوعات البينية بالعملات المحلية سرع نمو التبادل التجاري، وكان لمصرف التجارة والصناعة الصيني نشاط بارز، يضاف إليه مصرف التنمية الصيني وبنك الاستيراد والتصدير اللذان وفرا الكثير من الخدمات للقطاع المالي في روسيا. ولعل زيارة شي جينغ بينغ إلى موسكو قبل التوجه إلى هامبورغ الألمانية للمشاركة في قمة العشرين تهدف إلى ترتيب عدد من الملفات المشتركة، وإن كانت الاتفاقات التجارية مكتوبة ومنصوصا عليها في الاتفاقات، فإن التفاهمات العسكرية والأمنية تتجاوز النصوص، وفي عمقها تبدو الخصومة للولايات المتحدة وخططها في آسيا وشرق أوروبا ولسياسات الرئيس الأمريكي المستفزة والمتجاوزة لكل الاتفاقات العالمية والتفاهمات الأممية. وينضم إلينا الآن من العاصمة الروسية موسكو مدير مكتب الميادين هناك سلام العبيدي. إذن سلام، لقاء هام جدا، اتفاقيات أيضا هامة على كل المستويات، تعزيز للتعاون بين روسيا والصين، يسبق اللقاء بين ترامب وبوتين أيضا، يعني يكتسب أهمية بأنه سبق هذا اللقاء. بداية، كيف يمكن تلخيص هذه الجولة للرئيس الصيني ونتائجها؟ بالفعل لانا، يعني طابع العلاقات الروسية الصينية يمكن أن نطلق عليه جملة أو معادلة السياسة تكمل الاقتصاد والعكس بالعكس. فقد رأينا على مدى يومين مباحثات ولقاءات وفعاليات كثيرة تخللت هذه الزيارة التي وصفت إلى حد ما بالتاريخية وبالزيارة ذات المعاني الكثيرة، لا سيما على ضوء المستجدات على الساحة الدولية وآخرها التجربة الصاروخية الجديدة لكوريا الشمالية، هذه التجربة التي أيضا انعكست في الإعلان المشترك الصادر عن هذه القمة. لكن بشكل عام العلاقات الروسية الصينية تتسم بطابع وصف من قبل الرئيسين بأن هذه العلاقات هي علاقات شراكة شاملة وتعاون استراتيجي يتطلع إلى المستقبل، والبلدان يؤكدان أن العلاقات بينهما يعني يمكن القول أنها تدشن العصر الذهبي، أي أنها لم تكن بمثل هذه الجودة على مدى عقود من الزمن. لذلك طبعا لهذه العلاقات ولهذه المباحثات ولتلك الاتفاقات والمبادئ التي تم تثبيتها في الإعلان الروسي المشترك حول السياسة الدولية والعلاقات الدولية والقضايا الدولية الملحة، كل هذه الأمور تأتي في وقت لم يتم اختياره من قبيل الصدفة، كما أشرت لانا على يعني أبواب قمة العشرين في هامبورغ. لذلك يمكن القول بأن بوتين وشي جين بينغ سيذهبان إلى هامبورغ ولديهما مواقف منسقة، يعني تم ضبط عقارب الساعة بين موسكو وبيجين على أبواب هذه القمة ليتم طرح كل القضايا الملحة والقضايا العالقة في السياسة الدولية، لا سيما النزاعات الإقليمية مثل كوريا الشمالية، مثل سوريا، مثل قضايا أخرى، أفغانستان، محاربة الإرهاب. يعني سيكون هناك موقف منسق من قبل دولتين عظمتين هما روسيا والصين، وهذا يعني أن كل واحد منهما عندما سيلتقي الرئيس ترامب سيكون لديه مصدر قوة يستند إليه في المباحثات مع ترامب، خاصة في الأزمات يعني الحادة التي توجد فيها خلافات عميقة سواء كان بين موسكو وواشنطن أو بين بيجين وواشنطن، وهذه القضايا عديدة ومتنوعة ومتشعبة. لذلك الموقف المشترك للرئيسين وضبط عقارب الساعة والاتفاق على أرضية مشتركة في اللقاءات مع الأمريكان وحتى مع غير الأمريكان سيكسب الموقفين الروسي والصيني قوة وصلابة وتماسك أكبر. شكرا لك سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو، كنت معنا إذن من العاصمة الروسية. أكد مصدر مطلع في أحد الوفود المشاركة في مفاوضات أستانا السورية لوكالة سبوتنيك الروسية أن مراقبة مناطق خفض التصعيد في سوريا من قبل الدول الضامنة ستستمر مبدئيا مدة 3 أشهر مع إمكانية التمديد. وأوضح المصدر أن آلية المراقبة تقوم على تحديد مناطق خفض التصعيد ومراقبتها عبر مركزين، الأول أردني روسي أمريكي في الأردن ويعمل حصرا في المنطقة الجنوبية السورية، والآخر تركي روسي نصفه في تركيا ونصفه الآخر في سوريا. إلى ذلك عقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وطاقمه المرافق له اليوم اجتماعا أول مع أعضاء وفد الفصائل السورية المسلحة
في محادثات أستانا 5. الجولة الخامسة من محادثات أستانا حول سوريا انطلقت. دائرة المشاركين توسعت لتشمل وفدي الحكومة السورية والمجموعات المسلحة ووفود الدول الضامنة الثلاث روسيا وإيران وتركيا ووفد الأردن والقائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط ستيوارت جونز بصفة مراقب. عشية المحادثات أجرى ممثلو الدول الضامنة جلسة عمل لتمهيد أرضية القضايا الأساسية على طاولة الحوار. وبحسب مصادر كازاخستانية فإن كل من موسكو وأنقرة وطهران تحضر وثائق ترسيم مناطق خفض التوتر في سوريا. الناطق باسم الرئاسة التركية قال إن العمل جار على آلية تفضي إلى نشر قوات روسية وتركية في إدلب، كما أكد نشر أخرى إيرانية وروسية في محيط دمشق، إضافة إلى قوات أردنية وأمريكية في درعا. 4 محاور تبحثها هذه الجولة، يتصدرها موضوع مكافحة الإرهاب وتنسيق البيانات المتعلقة بمذكرة مناطق خفض التوتر التي تم الاتفاق عليها في أيار مايو الماضي، والتي تقضي بإنشاء 4 مناطق في سوريا ووقف النشاط العسكري فيها وإقامة مراكز للتفتيش على حدودها، إضافة إلى نشر مراكز لمراقبة الهدنة. كذلك سيبحث المشاركون تشكيل اللجنة السورية للمصالحة الوطنية، إضافة إلى ملف إيصال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار البنى التحتية وتبادل الأسرى والمعتقلين. من حيث الشكل ستكون آليات الحوار في الجولة الخامسة كسابقاتها، إذ إن وفدي الحكومة والمجموعات المسلحة لن يجلسا أو يتفاوضا وجها لوجه، لكن المتابعين يرون أن توسع دائرة المحادثات دليل على جدية كل الأطراف في تجاوز خيبات جنيف والوصول بمحادثات أستانا إلى أبعد نقطة ممكنة. وينضم إلينا الآن من دمشق رئيس تحرير صحيفة الثورة سيد علي قاسم، أهلا بك. إذن على جدول أعمال أستانا 5 الكثير من القرارات أو النقاط للبحث، أهمها ما قاله الناطق باسم الرئاسة التركية عن نشر قوات في كل منطقة مختلفة روسية تركية إيرانية أمريكية. إلى أي مدى هذا المبدأ أو هذه الإجراءات قد تسلك طريقها إلى التنفيذ في هذه المحادثات؟ يعني أولا مساء الخير. المسألة كما أعتقد، وما دام هو الناطق باسم الرئاسة التركية ليقول ما يشاء وليتحدث عما يشاء، أعتقد أن المعطيات ربما ليست بهذا الشكل على الإطلاق، وإنما هو في كثير مما قاله ربما جزء مما تتمناه السياسة التركية وما يتمناه النظام التركي. ونحن ندرك جميعا أن المعضلة الأساسية التي تواجهها أستانا ما زالت قائمة، باعتبار أن هناك ضامن تركي ليس لديه مصداقية، ليس هناك موثوقية في هذه المسألة، لأن الأساس والجوهر في أستانا نقطتان. النقطة الأولى تتعلق بتحديد الخرائط، وحتى هذه اللحظة ما زالت موضع بحث. النقطة الثانية تحديد التنظيمات الإرهابية التي وافقت وتلك التنظيمات التي لم توافق، الفصل بمعنى آخر ما بين التنظيمات التي تريد فعلا وقف الأعمال القتالية وبين التنظيمات التي لا تريد، وتحديدا جبهة النصرة التي ندرك تماما. طبعا داعش أصبحت محسوم الأمر في 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 مسألة الفصل، ولكن أمامنا النصرة والتنظيمات المرتبطة بها، وهذه إشكالية حقيقية على الأرض. نعم، وهذه إشكالية قائمة على الأرض، بمعنى آخر أن الخرائط التي تعد ستصطدم بالضرورة بالمتغير الفعلي الذي يحدث ربما في كل لحظة كل ساعة كل يوم. هناك متغير جغرافي يحدث بمسألة سيطرة هذا التنظيم أو ذاك، لمن يتبع هذا التنظيم، لمن الأمرة في هذا التنظيم، قضية شائكة بكل تأكيد. أما ما يطرحه التركي أعتقد أن جزء منه ربما يحاكي خطاب تركي ما زال يعاني ربما من مشكلتين أساسيتين. هو يدرك تماما أن المأزق قائم، أن هناك حالة تأزم واضحة. إن أراد أن يجاري الأمريكي فربما هو عليه أن يدفع ثمن غاليا لاحقا ومستقبلا، وإن أراد أن يجاري الروسي فعليه أن يدفع فاتورة أيضا، ولا فاتورة عما مضى وفاتورة الأفعال التي قام بها من دعم للتنظيمات الإرهابية. لذلك ما زالت المسألة، أنا باعتقادي الشخصي حول هذه القضية بالتحديد، من المبكر النظر إلى المسألة أكثر من أنها طموح. ربما طموح هو مشروع، وطموح ربما ما هو
هو يتيح بعض المساحات للتفاؤل، ولكن الحديث اليوم يدور ونقطة قد تكون إيجابية في هذه المسألة، أنهم يركزون على النقاط التي يتفقون عليها، بينما النقاط التي هي موضع خلاف، موضع دعينا نقول تناقض في 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 الأجندات والحسابات، ما زالت بعيدة عن النقاش وما زالت مؤجلة حتى أشعار آخر. عدم مشاركة الأمريكي بشكل فاعل، يعني فقط كمراقب، كيف تؤثر على فاعلية القرارات أيضا التي تؤخذ؟ يعني أنت تقول مثلا تركيا لديها عدم يعني وكأنها في الوسط بين الروسي والأمريكي، إذا عدم وجود موقف أمريكي داعم فعلي مشارك في أستانا يضعف القرارات التي ستتخذ من هذه الجولة. بالتأكيد بالتأكيد، يعني عدم وجود الأمريكي، ولكن ربما كانت هي الحالة التجربة التي خيضت والتي تم ربما يعني دعينا نقول تطويرها وطرحها في أستانا، هي تجربة تستحق التأمل، تستحق دعينا نقول العناء والجهد وتوفر الإرادة الفعلية من أجل إنجاحها، بحكم أنها ربما كانت المرة الأولى التي يكون فيها مبادرة سياسية وذات طابع آخر مختلف لا يكون الأمريكي شريكا فيها كاملا. نحن نتحدث عن عقدين أو ثلاث عقود من الزمن لم يحدث أن كانت هناك مبادرة لحل أزمة ما في هذا العالم لم يكن الأمريكي شريكا كاملا في هذه، أو ربما وصيا كاملا على كل ما طرح من مبادرات. صحيح الغياب الأمريكي بالتأكيد هو يؤثر وربما يضعف بعض الجوانب، ولكنه في نهاية المطاف على الأقل ما نراه اليوم نحن من بعض الخطوات التي تمت حتى هذه اللحظة، هناك طموح، هذا الطموح نأمل أن يتحقق على الأقل في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي تحديد مناطق تخفيض التوتر، والنقطة الثانية هي الالتزام بما يتم التوافق عليه أو الاتفاق عليه، لأننا ندرك تماما أن مسألة أستانا من يوقع على نقاط الاتفاق هي الدول الضامنة، وهذه الدول الضامنة أثبتت الأحداث وربما والأشهر الماضية أننا ربما نرى مصداقية ونيات طيبة وإرادة جادة وحقيقية من قبل الروسي والإيراني، ولكن هذه الإرادة جدية من قبل التركي ربما لم تتوفر حتى هذه اللحظة. وأنا بقناعتي في هذه المسألة بالتحديد التركي ما زال يراهن على الوقت، على أشغال الوقت، ربما برهان أو تعويل على متغير ما، طبعا هو أصبح أيضا تحت ضغط الوقت هذه المرة ربما بسبب التطورات الأخيرة التي حدثت في الخليج والتناحر الخليجي وتناحر المشيخات الذي بالتأكيد هو ضاغط، عامل ضاغط إضافي على الوضع التركي. شكرا سيد علي قاسم رئيس تحرير صحيفة الثورة، كنت معنا من دمشق. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تمكنها من الدخول إلى الرقة القديمة والسيطرة على قصر البنات، وأشارت إلى تكبيد عناصر تنظيم داعش أكثر من 30 قتيلا خلال المواجهات. وقالت القوات في بيان أن المواجهات العنيفة مستمرة ولا سيما في شرقي الرقة وغربها. أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تمكنها من دخول الرقة القديمة والسيطرة على قصر البنات، وأشارت إلى تكبيدها عناصر تنظيم داعش أكثر من 30 قتيلا خلال المواجهات العنيفة. وقالت القوات في بيان إن المواجهات العنيفة مستمرة ولا سيما شرقي الرقة وغربها. داعش يعني ما عم يتحركوا لسه، ما عم يتحركوا، كلهم متخبين عند القلعة الساتر، هذا مثل ساتر التراب اللي شفته هلا، يعني واقفين هونيك، يعني ما يسترجوا يتقدموا ولا يسترجوا انه يتحركوا لقدام، حرب حرب حناص والغام يعني. بدوره أعلن المرصد السوري المعارض والتحالف بقيادة واشنطن أن اشتباكات عنيفة تدور بين قوة سوريا الديمقراطية وعناصر داعش داخل أسوار المدينة القديمة في الرقة، وذلك بعدما تمكنت القوة من كسر خطوط الدفاع الأولى للتنظيم عند أسوار المدينة القديمة واختراقها، كما تمكن مقاتلو قوة سوريا الديمقراطية من الدخول إلى حي هشام عبد الملك واليرموك وتقدموا نحو حي حطين والبريت. وكان المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية قد أشار في وقت سابق إلى نشر نحو 1000 مقاتل إضافي للقوات على خطوط القتال الأمامية مع تنظيم داعش في الرقة يوم الأحد الماضي. استشهدت امرأة واثنان من أطفالها وأصيب نحو 8 مواطنين بجروح في قصف القوات التركية على قرية كفر أنطون شمال غربي تل رفعت في ريف حلب الشمالي. وكانت القوات التركية والمقاتلون السوريون المدعومون من تركيا استهدفوا خلال الليل قرى حدودية يسيطر عليها المقاتلون الكرد. في هذه الأثناء يواصل الجيش السوري وحلفائه التقدم في ريف تدمر الشرقي. الإعلام الحربي نشر مقاطع فيديو لتقدم الجيش السوري في محيط تلة الرمامين، وشاركت في المعارك ضد داعش المروحيات الحربية. تمام. فصل قصير نعود بعده لمتابعة النشر.
أهلا بكم من جديد. قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه لا حل لأي أزمة إلا عبر المفاوضات مهما بلغ التصعيد. الوزير القطري وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في الدوحة أكد أن الرد على مطالب الدول العربية جاء في الإطار العام لمبادئ احترام سيادة الدول والقانون الدولي، داعيا إلى وقف الأكاذيب والافتراءات التي تمارسها الإمارات بحسب تعبيره. من جهته قال وزير الخارجية الألماني سيغمار جابرييل إن تمويل الإرهاب والتطرف لا ينحصر بدولة واحدة، بل هناك شخصيات ومنظمات ومؤسسات خليجية تدعم القاعدة والنصرة والمنظمات التي جاءت فيما بعد. من جهته أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن الدول المقاطعة لقطر لا تزال في انتظار رد الدوحة على قائمة المطالب الجماعية المقدمة لها، ولفت إلى أن استلام الرد سيتم عبر الوسيط الكويتي. الوزير الإماراتي وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في أبوظبي قال إن قطر حرضت على التطرف وخطاب الكراهية والإرهاب. نحن إلى الآن في انتظار إيصال الإخوة من الكويت للورقة التي استلموها في الأمس، وبعد أن نرى هذه الورقة ونتدارسها فيما بيننا سيكون هذا القرار. ومواجهة الإرهاب لابد من مواجهة الطرف، لابد من مواجهة خطاب الكراهية، لابد من مواجهة تسهيل وإيواء المتطرفين والإرهابيين، تمويلهم. نحن في هذه المنطقة نرى مع الأسف أن الشقيقة قطر سمحت وآوت وحرضت هذا كله. وينضم إلينا الآن من اسطنبول الأكاديمي والإعلامي السعودي دكتور خالد بطرفي، أهلا بك. سنبدأ مع تصريح وزير الخارجية القطري لو سمحت دكتور بطرفي، وهو يقول أو طالب الإمارات بوقف الأكاذيب والافتراءات التي تمارسها بحق قطر ودعا إلى الحوار. هل برأيك الآن سيكون هناك مفاوضات بعد كل هذا الصراع الكبير الذي اتخذ أبعادا كثيرة بين الطرفين، أم أن التصعيد هو اللغة السائدة في هذه الأيام؟ ويعتمد على الرد القطري، أنا لم أطلع عليه، وإن كان هناك تسريبات بأن هناك تجاوب مع بعض النقاط، ويعني بعض النقاط الأخرى تحتاج إلى تفاوض. فإذا يعني صلح الحال تجاوب مع أي نقاط دكتور بطر؟ في هل لديك معلومات يعني يمكن أن تطلع يعني عليها؟ بالنسبة للجزيرة ربما يكون هناك حل وسط، بأن بدل من إغلاقها أن يكون هناك إعادة برمجة لتوجهها السياسي، بأن لا تهاجم مصر على سبيل المثال على النحو التي تفعله اليوم، أن لا تستضيف بعض الشخصيات ذات الصفة الإرهابية والمصنفة إرهابيين مثل جولاني في جماعة القاعدة جماعة النصرة وغيرهم. أن لا تتدخل أو تحرض الجماعات في بعض البلدان الخليجية مثل جماعات المعارضة في البحرين. ولكن المشكلة ليست فقط قناة الجزيرة، يعني هناك نقاط أكثر تأخذ أبعادا سياسية أكثر كالعلاقة مع إيران مثلا، لا يبدو أن قطر ستغير موقفها في هذا لا المسألة. أعتقد أنه مشكلة بالنسبة هم، لأنه هم يعني أساسا بينفوا أنه الحرس الثوري موجود أو أنه عندهم علاقات أمنية وعسكرية سرية مع إيران، هم ينفوا هذا من الأساس، وبالتالي إذا كان الأمريكان أصبحوا مرجعية في هذه المسألة يستطيع الأمريكي أن يراقب هذا الأمر، وأن في حال إذا ثبت أنه موجود أنه يجب أن يتم استبعادهم، وإذا لم يكونوا موجودين فالحمد لله. ففي بعض الأمور أيضا استبعاد بعض القيادات التي الإخوانية ومن حماس، يبدو أن هناك أيضا تفاهم. طب لماذا تأخر الرد القطري ليصل؟ يعني بالأمس كان تسليمه من قبل قطر للوسيط الكويتي، لماذا تأخر ليصل إلى السعودية والإمارات يعني إلى الدول المعنية؟ ربما لأن هناك يعني داخل قطر هناك تيارات، هناك أجنحة، هناك من يريد التصعيد من هناك، من لا يريد التصعيد
هو سيسلم رد واحد أليس كذلك؟ عفوا أقاطعك دكتور بطرفي، بس وضح لنا هذه النقطة، سيسلم رد واحد باسم دولة قطر، يعني هو سلم أليس كذلك أو لا؟ كان هناك ردين في آخر لحظة، صحب رد ومن الرد الآخر، هذا ما سمعته. لكن في النهاية التعامل سيكون مع حكومة قطر، مع الحكومة التي أمامنا، لكن داخل الحكومة هناك تيارات كأي حكومة، هناك الصقور والحمائم، هناك من يفضلون العلاقة أن تكون مع دول الخليج، وهناك من يرون تنويع العلاقة وأن تكون مع إيران وغيرها. فيبدو أن هناك في النهاية وصلوا أمير قطر مع من؟ يعني أمير قطر ما هي وجهة نظره بما أنك تحدثنا عن هذه التباينات؟ والله أنا أسمع، يعني أنا لست بداخل قطر، ولكن الذي أسمع أنه الأمير تميم هو الأقرب إلى يعني الرغبة في التعاون مع دول الخليج وعدم الخروج عن الصف، وهو يريد ذلك. ولكن هناك والده وهناك عمه حمد أو بن جاسم، وهم تيار الصقور كما يقولون. فيبدو أن هناك يعني لابد أن يكون هناك داخل البيت القطري تفاهم على هذه الأمور، ويبدو أنهم وصلوا في النهاية إلى بيان محدد لم نطلع عليه، ونرجو أن تكون التسريبات صحيحة لأنها تشير إلى تراجع. دكتور بطرفي لو سمحت تبقى معنا، سينضم إلينا الآن من الدوحة الإعلامي علي الهيل لكي أيضا نسأله عن هذه التطورات. سيد علي الهيل، هل يعني معك يا دكتور علي الهيل؟ أهلا بك دكتور، عفوا أعتذر يعني على الصفة. نحن نتحدث مع دكتور بطرفي ويقول بأن هناك صراع أجنحة داخل قطر، منقسم الرأي فيما يتعلق بالرد على هذه المطالب من الدول المقاطعة، وبأنه ربما سيكون هناك إيجابية في بعض النقاط من قبل قطر في الرد، تحديدا فيما يتعلق مثلا بالأداء الإعلامي لقناة الجزيرة أو حتى ببعض الشخصيات المصنفة ضمن الإخوان المسلمين. هل أنت لديك نفس المعلومات؟ هل هذه هي الأجواء فعلا في الدوحة الآن؟ دعيني أقول لك التالي. أولا، في أوقات الأزمات يا سيدتي بين الدول تكثر الاتهامات الجثافية التي لا تسردها أي أدلة، والذي لديه أدلة فليأخذها إلى الأمم المتحدة وتحكم فيها المؤسسات القانونية والحقوقية. ثانيا يا سيدتي، نحن في دولة قطر، أنا لا أمثل الحكومة بالمناسبة، وأنا لست مدعوما حكوميا بمعنى أنني لا أظهر لا على قناة الجزيرة ولا على القنوات المحلية القطرية. أنا أعبر عن الرأي العام القطري، وأعبر عن نبض الشارع القطري الذي أسمعه من خلال المجالس ومن خلال القطريين الذين أختلط بهم. يا سيدتي، الشعب القطري ملتف حول القيادة السياسية، مواطنين ومقيمين، وليست هناك صراعات ولا مراكز نفوذ في داخل الأسرة السياسية. طب دكتور الهيل، يعني قطر ردت عفواً على العكس تماماً. نحن سمعنا ليست لدينا أدلة كذلك، سمعنا عن انشقاقات في داخل الأسرة الحاكمة السعودية وفي داخل الأسرة الحاكمة الإماراتية، وأن ثمة خلافات بين دبي وأبو ظبي، بدليل أن ابن حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صرح بأن بينه وبين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر علاقات حميمة، وأنه يحترم الرجل والرجل يحترمه، وأن دولة قطر دولة عضو أساسي في مجلس التعاون، ونحن في الإمارات نكن لها كل احترام وكل تقدير. طيب ممتاز، هل لي أن أسألك عن معطى؟ أعلم أن لديك معلومات دكتور الهيل. هل قطر، نحن بالأمس استمعنا إلى أن قطر سلمت ردا إلى الكويت، لم يصل بعد إلى الدول المقاطعة، لماذا لم يصل؟ وهل لديك معلومات عن ماذا يتضمن؟ يعني نحن بعض التسريبات تقول بأن قطر رفضت كل شيء، يعني كل النقاط، أو بعض المعلومات تقول بأنها وافقت على بعض النقاط وبعض النقاط لم توافق عليها بشكل كلي. ماذا لديك من معلومات دكتور لو سمحت؟ لا يا سيدتي، في السياسة شيء اسمه المعلن وشيء اسمه غير المعلن.
المعلن غالبا ما يكون غطاء لغير المعلن. هذه نقطة. النقطة الثانية، ليس هناك في السياسة رفض مطلق. السياسة فيها مفاوضات، والسياسة فيها تنازلات من هذا الطرف ومن ذاك الطرف لكي يلتئم، يعاد التئام صف مجلس التعاون لدول الخليج العربي. نحن عرفنا من خلال الطلبات هذه قبل أن تظهر هذه الطلبات، أنت تعرفين أن هذه الطلبات ما كانت لتخرج إلى حيز الوجود لولا الضغط الأمريكي من قبل الستيت ديبارتمنت أو وزارة الخارجية الأمريكية المتحدثة باسم الوزارة أولا، ثم تيلرسون شخصيا قال إن دولة قطر لم تتسلم مطالب واضحة من دول الحصار، وبعدها يومين ظهرت هذه المطالب إلى حيز الوجود. طيب. وقبل أن تظهر هذه المطالب إلى حيز الوجود يا سيدتي، سمعنا من الأستاذ عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية يقول إن سقف المطالب قد تم تخفيضه إلى شكاوى، وهذا يعني أن ثمة تليينا في المواقف حدثت. الآن سمعنا قبل يومين، هل سمعنا؟ أنا أقول لك سمعنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وطبعا كما يقولون في أمثال العربية ليس هناك دخان من غير نار. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي تسريبات بأن المطالب 13 ألغيت معظمها واقتصرت على 5 إلى 3 مطالب. هذه المطالب كلها دعاوى بالإرهاب. وسمعنا من الشيخ عبد الله بن زايد قال نحن فقط ندعم قطر للإرهاب. نحن نقول يعني دكتور هيل، عفوا بس يعني نحن كما نفهم أن قطر ردت على القائمة الطويلة التي سربت إلى الإعلام والكل تحدث عنها، ومن بينها القنوات القطرية أيضا يلي اتهمت أنها هي من سربتها. في كل الأحوال نحن سنختم يعني هذا النقاش، وأعود إلى دكتور بطرفي، أعود قليلا إلى دكتور بطرفي لو سمحت لأنه لم يتسمى له الحديث. عن طبيعة الرد، عن طبيعة الرد. تفضل بس بشكل سريع لو سمحت. بشكل سريع، طبيعة الرد على هذه المطالب كانت على أساس المعاملة بالمثل. تراجعون سياساتكم الإعلامية هنا، نراجع سياساتنا الإعلامية. صحيح. هذه القائمة عرضتها الميادين في بالمناسبة بالأمس. نغلق هنا، نغلقون هناك. نعم. طيب دكتور. نعم. هناك نرحل من هنا. نعم. المعاملة بالمثل. دكتور علي الهيل، شكرا جزيلا لك الإعلامي. التمثيل الدبلوماسي مع إيران، وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران. نعم. شكرا لك دكتور علي الهيل الإعلامي، كنت معنا من الدوحة، وأيضا دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والإعلامي السعودي. لا أدري إذا كان لدينا بعد وقت للحديث مع دكتور بطرفي. في النهاية دكتور بطرفي، يبدو أن التصعيد ما زال يعني بكل شيء، حتى بالتصريحات وزراء الخارجية أو المسؤولين الرسميين أو إلى ما هنالك. غدا سيكون هناك اجتماع للدول المقاطعة، ماذا برأيك سيتم اتخاذ إجراءات؟ هل سيكون هناك تصعيد للإجراءات تحديدا الاقتصادية كما حكي؟ دكتور بطرفي، أعتقد أننا فقدنا الاتصال مع دكتور خالد بطرفي الأكاديمي والإعلامي السعودي، إذن كنت معنا من اسطنبول. الآن ننتقل إلى الملف اليمني، فبعد 6 أشهر من سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية على قرية الحثيرة السعودية في جيزان، مراسل الميادين يتمكن من الوصول إلى هذه القرية وهي تبعد 25 كيلومترا عن مدينة حرض اليمنية. أحمد عبد الرحمن. نحن الآن في قرية الحثيرة في جيزان السعودية. هنا في هذه القرية الملاصقة للحدود اليمنية تماما تمكننا من الدخول والوصول إليها. هناك عدة شواهد تؤكد بأننا في قرية سعودية قبل أن يقتحمها الجيش اليمني واللجان الشعبية اليمنية ويسيطرون عليها بعد 6 أشهر من بدء الحرب السعودية على اليمن، وما زالت السيطرة الكاملة حتى هذه اللحظة. احنا في قرية الحثيرة منطقة الموسم، هذه القرية التي تم اقتحامها ما يقارب 2 سنة، وهناك عدة محاولات من قبل العدو السعودي الغاشم بمساندة طيران أمريكي إسرائيلي سعودي لاستعادتها، ولكن تبوء بالفشل. هذه قذيفة سمعناها الآن أطلقت
من الأراضي السعودية ما بعد قرية الحثيرة السعودية، وسقطت في إحدى مناطق قرية الحثيرة السعودية في جيزان. نسمع الآن أيضا إطلاق نار يبدو أنه من مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية المتمركزة في قرية الحثيرة السعودية. هنا سقطت أسطورة السلاح الأمريكي، هذه دبابة إبرامز أمريكية سعودية، دمرت في الأيام الأولى لاقتحام الجيش اليمني واللجان الشعبية لقرية الحثيرة السعودية. رغم القصف ورغم الضرب الذي يضربونه ورغم الطيران المحلق 24 ساعة، ولكننا ثابتون وصابرون. قرية الحثيرة يحيط بها المثعن، غرب مثعن، ويحيط بها قرية الموسم. قرية الموسم هي التي هي قريبا إن شاء الله سنوصلها. هناك آلية سعودية من الواضح أنها مدمرة. الدمار الكبير في منازل وبيوت ومساحات قرية الحثيرة السعودية يشير إلى حجم المعارك الشرسة التي خاضها الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد اقتحامهم لهذه القرية السعودية. أيضا يشير إلى حجم وكثافة الغارات السعودية التي استهدفت هذه القرية. ومع ذلك الجيش اليمني واللجان الشعبية يفرضون الآن، هناك رصاصة قناصة سعودية من الواضح أنها أطلقت إلى باتجاه الناحية التي نتواجد فيها الآن. أحمد عبد الرحمن من قرية الحثيرة في جيزان السعودية، الميادين. استشهد 3 عناصر من الشرطة المصرية وأصيب 11 آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الصفاء بمدينة العريش شمال سيناء. الانفجار استهدف آلية مدرعة للأمن المركزي أثناء قيامها بعملية تمشيط في المنطقة. قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن إجبار الرئيس الفلسطيني محمود عباس موظفي السلطة في غزة على التقاعد إجراء غير أخلاقي وغير إنساني. برهوم أشار إلى أن الإجراءات لا علاقة لها بإنهاء الانقسام، بل تعززه وتعمق الشرخ الفلسطيني، كما تستهدف ضرب الوحدة للشعب الفلسطيني ومقومات صموده تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية على حد تعبيره. وقال برهوم إن هذه الإجراءات هي جرائم ضد الإنسانية تستوجب اتخاذ خطوات وطنية وقانونية لمحاسبة عباس على ارتكابها. شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما سلم أوامر بهدم منازل في قرية دير مشعل تعود إلى عائلات شهداء عملية باب العمود، فيما تشهد السجون محاولات حثيثة للانقداد على منجزات إضراب الكرامة. ملك خالد. ليس من رادع يمنع الاحتلال من رفع أعداد الأسرى في سجونه. الاعتقالات باتت يومية في مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهي بلغت 400 الشهر الماضي وفق مركز أسرى فلسطين للدراسات، بينهم 45 طفلا وعشر نساء وفتيات. بمعدل اعتقالات يتخطى 10 أشخاص يوميا، أعاد الاحتلال اعتقال أسرى سابقين بينهم محمد علان الذي يكاد يمضي شهر على إضرابه عن الطعام احتجاجا على إعادة اعتقاله، والنائبة في المجلس التشريعي خالد جرار. تمادي الاحتلال في انتهاكاته يطال السجون أيضا برغم الاتفاق الذي أبرم مع قيادة الحركة الوطنية الأسيرة لإنهاء إضراب الكرامة مع بداية شهر رمضان الماضي. مصلحة السجون نقضت هذا الاتفاق تماما باقتحامها قسما في سجن النقب وعزلها عددا من الأسرى بشكل انفرادي. كذلك منعت زيارات أهالي أسرى حماس من قطاع غزة للضغط على الحركة لتقديم معلومات عن جنود الاحتلال الأسرى لديها منذ العام 2014. منع الزيارات لم يقتصر على أسرى حماس، المعلومات الواردة من غير سجن تؤكد أن مصلحة السجون لم تلتزم البند الخاص برفع العقوبات عن الأسرى الذين شاركوا في إضراب الكرامة، إذ منعت زيارة عائلات مقدسية عديدة لأبنائها الذين شاركوا في الإضراب، وبالذات الذين صادف موعد زيارتهم مع أول أيام عيد الفطر. في ظل انشغال العالم بملفاته الساخنة، يواجه الفلسطينيون تصعيد الاحتلال اليومي ضدهم بما أوتي لهم من رفض وقوة، ولسان حالهم يكاد يقول يا
وحدنا. لذلك يلاحق الاحتلال الإسرائيلي المؤسسات الفاعلة في منبار الثقافة والفنون في القدس ويهدد بإغلاق حساباتها المصرفية. هناء محمد. 22 سنة مضت على ولادتها، والمؤسسة الفلسطينية هذه تعمل كخلية النحل. من الصفر أرست لها جذورا راسخة في القدس. يبوس باتت إحدى أهم المؤسسات الثقافية التي تنعش مدينة سطت على فضائها مشاريع الاحتلال الرامية إلى طمس عروبتها. دور الثقافي في مدينة القدس هو دور يعني دور جذري ومحوري، على اعتبار أنه الخندق الثقافي هو الخندق الأخير لنا في ظل التهديدات اللي موجودة. لا توجد في القدس أي اهتمامات سواء كانت رسمية حكومية أو ما شابه. العمل الثقافي كخندق أخير هو عامل مهم جدا، على اعتبار أنه يتهدد هذه المدينة تراثها وحضارتها وامتدادها التاريخي وجذورها. كغيرها من المراكز الراعية للفنون والأدب والمسرح والسينما والموسيقى، هي تقض مضاجع إسرائيل التي تحاول نزع شرعيتها أخيرا من خلال التهديد أيضا بإقفال حساباتها المصرفية. كل هالتضييقات اللي بتصير، عدم استلام إدخال المنح اللي جاية، تضييقات بإغلاق الحسابات البنوك، تشديدات على تسجيل المؤسسات، الضرائب الباهظة، هي عملية تهجيج هذه المؤسسات أو حتى إغلاق هذه المؤسسات، عشانها هذه المؤسسات هي الصوت والمنبر للإنسان الفلسطيني الموجود بهذه المدينة. بدهم يمحوا، بدهم يزيلوا كل إنسان عامل بهذه المدينة ليحافظ على وجودنا كفلسطينية في مدينة القدس. رغم التضييق يواصلون عملهم ويتحدونه بإطلاق مهرجان القدس للموسيقى في دورته 22 في 17 من الشهر الجاري. ملاحقة المؤسسات الثقافية الوطنية في القدس هي حلقة من الحرب التي تخوضها إسرائيل يوميا ضد الإنسان الفلسطيني لتشويه هويته بواسطة الأسرلة والتهويد، لكنها حرب يقف لها الفلسطينيون بالمرصاد. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. والآن نعيد التذكير بعناوين النشرة. القوات العراقية تخوض حرب شوارع مع فلول داعش في حي الميدان والإقلاعات بالموصل القديمة. روسيا والصين تدعوان كوريا الشمالية إلى وقف التجارب الصاروخية والنووية مقابل وقف واشنطن المناورات العسكرية ونشر بطاريات صواريخ ثاد. جولة جديدة من المحادثات السورية في أستانا وأنباء عن اتفاق على إقامة مركزين لمراقبة مناطق خفض التوتر. وزير الخارجية القطري يدعو أبو ظبي إلى وقف الافتراء والتشويه، ونظيره الإماراتي يجدد اتهام الدوحة بالتحريض على التطرف. نحن الآن في قرية الحثيرة في جيزان السعودية. كاميرا الميادين تدخل عمق قرية الحثيرة في جيزان وترصد الدمار وحطام الآليات العسكرية السعودية. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.